نسب نجاح أولى وتانية ثانوي الترم الأول 2021. أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم التعليمية مستر مان، والأتمنى الأول تدعمني باللايك، ولو كنتش مشترك تشترك معايا في القناة، ولو مشترك وعندك أي تعليق سيبهولي وأنا هرد عليك إن شاء الله. أتكلم عن نسب النجاح، كمان أنا أتكلم عن سقوط السيستم لأن الوزير صرح على مشكلة سقوط السيستم، كمان هنتكلم عن النتيجة هتبقى ازاي، وده لسه منذ لحظة. مصادر بالتعليم: نسبة النجاح في الرياضيات لأولى ثانوي 45% ولتانية ثانوي 42%، ما تقلقش طبعا ده نقلا من جريدة الدستور. كمان أكملت الخبر إن أي طالب حضر للمدرسة وواجهته مشكلة في الإنترنت هيعتبر ناجح، لأن دي مش مشكلته، يعني كده أي حد هتظهر عنده مشكلة في السيستم هيبقى ناجح فورا لأن دي مش مشكلته. كمان بالنسبة لكارت الأداء، كارت الأداء هيبقى بالطريقة دي، هيبقى اللون الأزرق بأخضر وأصفر ورصاصي. اللون الأزرق لو فوق هيبقى امتياز، تحتيه هيبقى جيد جدا، الأخضر هيبقى جيد، والأصفر هيبقى مقبول، أما الرصاصي فده معناه إن هو راسب في المادة، لكن إن شاء الله مفيش رسوب لأن إحنا عندنا لسه 3 امتحانات وكلها هيتجمع على الترم الأول. طبعا دي مصادر بالتعليم، وإحنا في انتظار النتيجة الرسمية اللي هي تعلن إن شاء الله يوم 20 مارس. أنا متابع كل حاجة خطوة بخطوة، أتمنى تتابعوني عشان تعرفوا الجديد إن شاء الله.